Eleison, eleison, kyrie eleison. دي المقدمة اللي احنا بنقولها قبل أي هوس من هوسات التسبيح. هوس كلمة قبطية تعني تسبيح. في 4 هوسات، في التسبيح الكهكية أو التسبيح السنوية أو أي تسبيح، ولكن في الهوس في الكهكي بيزيد الهوس الكهكي في أول التسبيح. انا نقول الهوس الرابع والاضافات اللي بتتقال عليه بالنسبه للكعك. من يقول لك ري لي سون ري لي سون كي ري لي سون اسمه تشويس بول خني في او يالي لو اسمه روف خني تشوسي اسمه روف نفانجلوس تيرو اللي اسمه روف نفذنا مستيرو اسمه روف بيرين بيو اللي اسمه روف نسيو تيرو انتبيو ويني اسمه روف نفهو انتهي نفهو يعلي لو يعني منك موت صعب شوية نفهو مارو اسمو تيرو افران ميب تشويس اللي يد سوف افقوس اوف شوبي ان سوف افهون هين اوف سون تالي لو يفتح ايراتو شاين نمشاين ان تبيني افكو ان هون ان نفسيني اللي لو اسمو سيفول خين بقاهي نيذراكن نيمنينون تيرو اللي يا اوكم والوشيون وخريستالوس ابن الصليسيون تيري ام بفصاجي نتو تتشو سي نيمني كالام فو تيرو اللي يا نجيشين فيوتان مشن سفتيرو نيثيريون نيمني تبنوي تيرو اللي يا نيتشاتفين مني هالاتي اتو ينتل نيرو انت ابقى هي نمني لا استيرو اللي يعني ارخون من الافتهاب تير انت ابقى هي هنخل شيرين مهن برثين وصلي يا هنخلوين مهن الووي مرو اسمو تيرو افراني ميب تشويس اللي لا جاب ستيشن جاب افراني ما بطف بفوني افوت شو بجيني بكهيني من هريخي نتفي اللي لو افنات شي سيم بتاع بنتي بفلاوس اس مونتني اس او ابتي رونتو فاللي لو اني تشيري بسرايد بلاوس اتخنتي ايرو الليلو يا الليلو يا الليلو يا قوم بتشويس خين او قوم فيري الليلو يا جيال بفسمو خنتكي سينتني اس او معرفون اوفن جب اسرائيل نيجم في تفصامي يوفا اللي يعني شيري سولو انسي يوم مارو سلي ليجم بيورو مارو اسمو بفرانس او ويبخن او خورو سلو رياخن او كيم كيم مسطر يوم مارو نبصل نيرو جب تشويس ناتيماتي جيب تشويس ناتي ماتي جيم بفلا او سهل لو يفنا تشي سنجي مفافش خين او غاي افشو شمو انجني اسو وفخين او 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 اللي لو يفي سري لما او هاي جن ما ننكد نتشي سنتي افنو تي كي خن تو ويشفو في اللي لو يحن سي فروس نافت كي خن او جيك اف جن ايري اين تو امتشيش خني اسنو سهل لو يعني مي خن سوي خني لا اس ابجن صن هن هن رؤون عن بازيز الليل وان من يطعون عن بازيز ان جيك ان فنيبي ابجن ايرين خيتو ان او هابس خيوتا الليل ويا باي او فايف شوب خنيس او ابتيرو ان طب كسو بقى الجزء ده هو اللي بيحصل فيه اختلاف اللي يعني بتقال يا لك بإلهنا المجد والتسبيح بحر أب لهنا بحسنه مزمار في إيران فم بنوت جيب ونم بي اسمو اسمو ابشو اس بنوت جناني او اي صالمو
الجزء ده الربع ده بيتقال على طول لغاية ما نقول اسمو ايروف خرانكين فالون، كل ربع من اسمو ايروف بيتقال بعدها الربع ده. اسمو ايف نوتي خنيه ثواب تيرون طاف الليل ايران افن بنوت جيبي اونم بي اسمو اسمو ايب تشوائز بنوت يجنان ايب صالموس اسمو ايروف خبي تقرو انت تفقو مالليل ايران افن بنوت جيبي اونم بي اسمو اسمو ايب تشوائز بنوت يجنان ايب صالموس اسمو ايرو فريج انت بمت قري الليل ويا اف ايرانا فين بنو تنجيبي اقون بي اسمو اسمو ابتشو اس بنو تجنان ابصال مسبت اسمو ايرو فقط عباشا انت تفمت نشتي الليل ويا إيرانا فين بنو تنجيبي أقول بي اسمو اسمو ابتشوائز بنو تيجينان ابصال مصر اسمو ايروف خنقو اسمي انصل بنغوس الليل اف إيرانا فين بنو تنجيبي أقول بي اسمو اسمو تشويز بنو تيجيناني ابصال هو روف كان ابصال تريون مو صار الليل ويا اف ايرانا فين بنو تنجيب اقول بي اسمو اسمو تشويز بنو تيجيناني او ابصال مو يروف خين وبصال تريون نمقوكي صار الليل ويرانا فين بنو تنجيبي اقول بي اسمو اسمو اتشويز بنو تيجينان ابصال مس اسمو يروف خين هنكم كم نمهن فروس الليل ويا اف ايرانا فين بنو تنجيبي اقول بي اسمو اسمو اتشو اس بنو تيجنان سالموس اسمو اروف خن هن كم نم ارغانون اللي ايلو يا اف ايرانا فن بنو تنجي ونم بي اسمو اسمو اتشو اس بنو تيجنان ناني او اب سال موس اسمو ويروف خينا هنكم فالون انت سيتو اسمي اللي الو يا اف ايرانا فين بنو تنجيبي اعون بي اسمو اسمو اب شهوز بنو تيش ناني او اب سال موس اسمو ويروف خينا هنكم فالون انت او اش ليلو اللي الو إيرانا فين بنو تنجيبي أقول بي اسمو اسمو بتشويس بنو تيجيناني إبصال موسني فيني فين مارو اسمو تيرو إفراني بتشوس بنو تيالليل زوك سابت ريك أيو كي عاقيو بنفما تيالليل كنين كاي كي استوس إيو نستون إيو نون آمين الليلو ليلويا ليلويا اوسي اوسي مونا ليلويا 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 بي اوفا بنو تيبي الليلويا. ولو سمحت محدش يقرا يا جماعه من ابت المعرب رجاء محبه محدش يقرا ياخد باله من ابت المعرب، لان ابت المعرب في يعني ناس مكتبات وهي بتكتب ابت المعرب او بتترجم ابت المعرب او بتحوله من ابت الى ابت المعرب مش بتكتب مظبوط. كل سنة وانتم طيبين. متنسوش مشاركة الفيديو وعمل لايك وتعليق لو عجبكم الفيديو.